أحوال خالد ابن الوليد هذا الرجل المعروف ذكروا وراجعوا كتبهم وتواريخهم أنه في موقعة اليرموك هاي الموقعة المعروفة خالد كانت له قلنسوة شيء يضعه على رأسه ففقدها فقد هذه القلنسوة فأمر أصحابه أن يبحثوا عنها ذهبوا بحثوا هنا هناك لم يجدوها ثم ذهبوا وبحثوا فوجدوها وإذا بها قلنسوة خلقة بالية عتيقة قالوا له ما هذه؟ شنو هذه القلنسوة؟ قال في حج النبي صلى الله عليه وآله النبي ذهب وحلق فجاء المسلمون وأخذوا يأخذون هذه الشعرات المباركة من رسول الله من يد الحلاق هذه الشعرات المتساقطة على الأرض أخذوا يأخذونها وأنا يعني خالد أخذت شعر ناصية رسول الله صلى الله عليه وآله يعني الشعر المقدم هذا يقال له شعر ناصي أنا أخذت وأنا أحتفظ بهذا الشعر في هذه القلنسوة وفي أي معركة أنا دخلت وعلي هذه القلنسوة كان الفتح نصيبي في أي معركة معي هذه الناصية هذه الخصلة من الناصية الفتح يكتب للجيش الإسلامي هذه في كتبه هذا في صحيح البخاري في صحيح مسلم في بقية كتبه يعني هذا النزوع إلى تقديس هذه الأشياء المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأولياء هذه كانت ظاهرة عامة في جميع الأمم وفي هذه الأمة الإسلامية